معانا على التليفون دكتور حامد فارس، استاذ العلاقات الدوليه. اهلا بيك يا دكتور حامد. يا معالي النائب المحترم، ازاي مساء الخير الصحه يا يا فندم. دكتور؟ عامل ايه؟ ربنا يخلي سيادتك ويحفظك يا معالي النائب. ربنا ربنا يخليك يخلي سيادتك دكتور حامد. يمكن انا بيدور في ذهني اكتر من تساؤل، هبدا بالاول الا وهو اهميه هذه الزياره وهذا التوقيت، وهعتبر دي يعني ايه فاتحه الكلام. طبعا يعني لما نيجي نتحدث عن هذه الزياره الهامه اللي بتاتي في منعطف خطير بتمر به الازمه السودانيه، لابد ان نقف طويلا امام كلمه الفريق البرهان في حق مصر وفي حق قيادتها السياسيه، لان هي دلاله مهمه وتاكيد على صدق النوايا المصريه للعمل وبكل قوه على ايجاد حل شامل سياسيا للأزمة السودانية. وبالتالي زيارة مهمة، خاصة أن العلاقات التاريخية اللي بتجمع مصر هي مع السودان هي علاقات قوية وراسخة، في ظل أن اختيار الفريق البرهان أيضا للدولة المصرية كأول محطة لجولته الخارجية هي دلالة كبيرة على المكانة التي تتمتع بها الدولة المصرية لدى الأشقاء في السودان، خاصة أن الفريق البرهان تحرقات في الداخل السوداني أظهرت أن هناك استقرار داخلي نوعا ما، انتقاله إلى مدينة بورت سودان على البحر الأحمر، ثم بعد ذلك إلى قاعدة فلامينغو البحرية بمنطقة البحر الأحمر، ثم بعد ذلك انتقل إلى دولته الخارجية ليبدأ بالدولة المصرية اللي لديها خارطة طريق واضحة ومسار سياسي واضح للعمل على إيجاد حل شامل ودائم للأزمة في السودان. ولكن هذه المرة حلا سوداني سوداني، لن تقع الدولة السودانية في الفخ مرة أخرى مثلها مثل باقي الدول العربية في العمل وبشكل واضح على أن يكون هناك عدم تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للدول العربية، باعتبار أن التدخل الخارجي دائما وأبدا يا معالي النائب بينتج عنه إطالة أمد الصراع، العمل وبشكل كبير على زيادته، والعمل وبشكل أكبر على استغلال هذا الصراع لتحقيق مصالح وما مآرب خاصة على حساب الشعوب العربية. طيب دكتور حامد، في مثل هذه الأزمات التصريحات والكلمات بيتم وزنها بميزان أكثر دقة من ميزان الذهب. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حدد في كلامه الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه، وأنا كنت بقول في المقدمة يوضع تحت هذه الجملة ملايين الخطوط. هناك أحياناً بسبب هذا الصراع يبدو وكأن محاولة الاستحواذ أو السيطرة على المباني الحكومية في دارفور وكأنها محاولة لفصل دارفور عن باقي السودان. هل ترى إنه الرئيس باستخدامه لهذا المصطلح وحدة السودان وسلامة أراضيه وكأنه يضع خطا واضحا، مش هقول حتى خط أحمر، خطا واضحا لإنهاء الصراع، إنه لا توجد أي نية على الإطلاق ولن يتم السماح على الإطلاق بفصل جزء من السودان عن بقيته؟ أنا بحيي حضرتك لأن السؤال بتاع حضرتك سؤال عميق جدا وذكي جدا. هناك بالفعل محاولات للعمل على تقسيم السودان وخلق واقع جديد يكون مهددا ليس فقط لوحدة وسلامة الأراضي السودانية، ولكن مهددة لكل دول جوار السودان، وده اللي هينعكس على توتر الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي. القيادة السياسية المصرية ووعيها وقدرتها على قراءة المشهد حتى قبل أن يحدث ونظرتها الاستشرافية، وهي أنها تعلم أن هناك استراتيجية واضحة لهدم الدولة الوطنية والعبث بمؤسسات الدولة الوطنية، وهدم هذه المؤسسات يتمثل في هدم جيشها، هدم شرطتها، هدم مؤسساتها الاقتصادية، انهيار الدولة بشكل كبير. وده اللي بنشهده في السودان بشكل واضح، واللي نتج عنه أن هناك رغبة حقيقية للعمل على دعم مؤسسات الدولة السودانية حتى لا تنهار السودان. وده أكد عليه فخامة الرئيس السيسي من خلال استراتيجية مصر الواضحة من ضرورة إيجاد حل سوداني سوداني تتوافق عليه كل الأطراف السودانية. أيضا هناك رؤية استراتيجية أخرى وهي عدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول، وبالتالي سياسة متزنة، سياسة حكيمة. وهذه ليست المرة الأولى، لو عدنا بالزمن إلى الوراء وتذكرنا مبادرة
القاهرة لحل الأزمة الليبية اللي تم الإعلان عنها في قلب العاصمة المصرية في 6/6/2020، واللي أكدت أيضا على ضرورة وحدة وسلامة الأراضي الليبية وضرورة إيجاد حل ليبي وخروج كافة المقاتلين والمرتزقة الأجانب. وأيضا فيما يخص الأزمة السورية وعودتها ودور مصر المحوري في دعم الشقيقة سوريا وعودتها إلى الجامعة العربية والتأكيد على وحدة وسلامة الأراضي السورية. وبالتالي مصر هي الشقيقة الكبرى، مصر هي التي تسعى إلى استقرار الوطن العربي وحماية أراضيه من التقسيم ومن الجماعات المسلحة اللي تريد أن تعبث بالأمن القومي العربي والأمن القومي بشكل كبير، على اعتبار أن الدولة المصرية أيضا مستهدفة من قبل جماعات مسلحة. وبالتالي الدولة المصرية تعي وتدرك أن الأمن القومي السوداني هو أمن قومي مصري، وتعلم أيضا السودان والقيادة في السودان أن الأمن القومي المصري هو أمن قومي سوداني والعكس صحيح. وبالتالي في كل الأحوال تسعى الدولة المصرية للحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السودانية، وده اللي جعل الدولة المصرية ومنذ اليوم الأول تتحرك سياسيا. زيارات مهمة ومكوكية لوزير الخارجية المصري إلى جنوب السودان وتشاد، ثم بعد ذلك تنسيق وتشاور فيما يخص انعقاد مؤتمر دول جوار السودان على الأرض المصرية بمشاركة كل دول جوار السودان، وأيضا بعد ذلك تشكيل اللجنة الوزارية المنبثقة عن آلية دول جوار السودان، وعقدت اجتماعاتها منذ أيام قليلة في تشاد للدعم العملية السياسية بشكل حقيقي وإيجاد حلول سلمية حقيقية للأزمة في السودان. وبالتالي هذه الزيارة تسعى في المقام الأول إلى العمل على وقف في إطلاق النار وإقامة هدنة دائمة، ثم بعد ذلك السعي إلى إيجاد حلول سلمية وإيجاد أرضية مشتركة تكون قائمة على التحول نحو حكومة تنفيذية ووضع خارطة طريق لإبراء الانتخابات وتسليم السلطة من قبل الجيش، وهو ما أعلن عنه الفريق البرهان. طب دكتور حمد، هستأذنك في سؤال ثالث. يعني يمكن جزء كان من محاولات الحل أنه كان بطبيعة الحال السيد موسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ومباحثات جدة كانوا يعملون على خلق حل ما لهذا الصراع السوداني ومحاولات لوقف الصراع ما بين الأطراف داخل السودان، إلا أنه على ما يبدو أنه لم يؤتي هذا بثمر، وبقالنا دلوقتي شهور وما حصلش حاجة، ولم يلتزم أحد عمليا بإيقاف هذا الصراع أو الترشق الناري المتبادل ما بين الطرفين المتصارعين. ده شق، لكن وحضرتك ذكرت بقى ده بمنتهى الوضوح أنه مصر عندها أكتر من جولة. كان في الجولة بتاعة مصر جنوب ودولة جنوب السودان، يعني القاهرة جوبا، ثم دول الجوار زائد ستة، والآن زيارة الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى العلمين للقاء الرئيس. تعتقد أنه الثلاث جولات المصرية بوضوح، وأنا هنا يمكن أحط كمان ما بين قوسين ومعنا جنوب السودان باعتبارهم الطرفين الأبرز يمكن على حدود السودان الشقيقة، تعتقد إلى أي مدى هذه الجولات الثلاثة من الممكن أن تسهم في وقف هذا الصراع ووقف إطلاق النيران ما بين الجانبين؟ يعني أنا أرى أن هذه الزيارة تحديدا وبعد حالة الاستقرار النوعي اللي يشهده السودان في الفترة الأخيرة، لأن الجيش السوداني غير من استراتيجيته إلى استراتيجية المواجهة والحسم بدلا من استراتيجية النفس الطويل، وده ظهر في الأربع أيام الأخيرة من قيام الجيش السوداني بالقيام بعمليات حقيقية على واقع الأرض وبالمدفعية الثقيلة، يعني كبدت قوات الدعم السريع خسائر كبيرة جدا، ونتج عن ذلك وظهر هذه التحركات على واقع الأرض من التحركات الداخلية للفريق البرهان كما أشارت لحضرتك سواء في بورتو السودان أو حتى في قاعدة فلامينجو العسكرية. وبالتالي أرى أن هناك انفراج في المشهد، أرى أن الجيش السوداني من الممكن جدا أن يكون قاب قوسين أو أدنى من حسم المعركة عسكريا، ولكن حتى إن قام بحسم المعركة عسكريا فليس معنى ذلك انتهاء الحرب، ولكن ستكون هناك جيوب للجماعات المسلحة وجيوب لقوات الدعم السريع، وهو ما يستلزم أن يجلس كل الفرقاء ويتم دمج ما تبقى من هذه القوات إلى داخل الجيش والقضاء على التنظيمات الإرهابية المسلحة، وبعد ذلك الانتقال إلى المسار الأهم وهو تشكيل حكومة تنفيذية تكون هذه الحكومة مهمتها رفع المعاناة عن الأشقاء في السودان، ثم بعد ذلك الانتقال إلى المسار الأهم وهو المسار الديمقراطي الحقيقي بالعودة
الى اجراء الانتخابات وتحديد موعد واستكمال باقي المؤسسات التشريعيه في الداخل السوداني. وبالتالي المبادره المصريه تحديدا لها خصوصيه خاصه ولها مكانه خاصه لما للدوله المصريه، باعتبار ان الدوله المصريه هي الدوله المعنيه الاولى بالازمه السودانيه، وهي من اكثر الدول تضررا. لك ان تتخيل ان الدوله المصريه فتحت المعابر للاشقاء في السودان، استضفنا اكثر من 300,000 ضيف على اراضينا، بالاضافه ان حتى قبل هذه الازمه هناك اكثر من 5 مليون ضيف موجودين داخل الاراضي المصريه يعيشون وسط البيوت المصريه والمنازل المصريه، عيشه الشعب المصري. صحيح. ويعاملوا معامله المصريين سواء في علاج، في تعليم، في صحه، في كل حاجه. وده دلاله على ان الدوله المصريه والدوله السودانيه كيان واحد، كل لا يتجزأ، ومصير مشترك، وهو ما تبحث عنه القياده السياسيه المصريه من خلال رفع المعاناه عن الشعب السوداني ووقوف النزوح او نزوح الاهالي من المناطق التي بها صراعات لكي تستقر الاوضاع ولكي تعود الامور مره اخرى الى حاله الاستقرار وحاله السلم الاجتماعي والسلم النفسي وصولا لانتهاء هذه الحرب الضروس وهذه الحاله التي يعني تندرج بين اللا سلم واللا حرب، وانتهاء هذه الحاله بشكل كبير وصولا الى استقرار الاوضاع واجراء الانتخابات سواء الرئاسيه او البرلمانيه. طب دكتور حامد، اخيرا، هل تعتقد انه الاطراف الاقليميه او القوى الاقليميه وايضا غير الاقليميه والتي لديها جميعا مصالح قد تكون احيانا متقاطعه داخل السودان مستعده لاستيعاب المقاربة المصرية أو المبادرة المصرية، مستعدة لاستيعاب أن استقرار السودان ووحدة أراضيه ودعم هيئاته ومؤسساته الوطنية هو الحل الأفضل لإفريقيا والإقليم بكامله؟ يعني هنا لابد أن أشير أن الدولة المصرية قادرة على فرض الهدوء وفرض الاستقرار في السودان، لأن الدولة المصرية لن تسمح بتهديد أمن السودان، لن تسمح بتهديد الحدود المصرية وتوغل الجماعات المسلحة، لأن السودان مشكلتها مشكلة كبيرة جدا يا معالي النائب، من أن هناك أماكن رخوة أمنية كثيرة. هذه الأماكن وهذه البيئة الخصبة من انتشار السلاح والجماعات المسلحة، من الممكن جدا أن يمتد الصراع إلى خارج السودان، إلى دول مجاورة وتحاول هذه الجماعات تهديد الأمن القومي لدول جوار السودان، وهو ما لا تسمح به الدولة المصرية. ولكن فيما يخص المبادرات السياسية، أرى أن كل المبادرات هي مبادرات مكملة لبعضها البعض. الجهود السعودية وبرعاية أمريكية مكملة للجهود المصرية، مكملة لمبادرة الاتحاد الأفريقي، مكملة لمبادرات جنوب السودان، مكملة لآلية دول جوار السودان التي عقدت على الأرض المصرية، كلها مبادرات من الممكن جدا أن يكون هناك دمج لهذه الآليات للعمل على تنفيذ خطة واضحة لإنهاء الحرب في السودان والعمل على إقامة واقع جديد ورؤية جديدة ومسار سياسي حقيقي يحقق الاستقرار للشعب السوداني الشقيق ويرفع المعاناة ويرفع القهر والوضع الإنساني الصعب عنهم في الأراضي السودانية. أشكرك جدا يا دكتور، أفدتنا كما جرت العادة، وإلى لقاء قريب. كل الشكر دكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية.